القروض البنكية. تعلموا بأن كثير من الأسر والفئات الاجتماعية كذلك تتمر واحد الأزمة ناتجة عن تداعيات ديال الفيروس ديال كورونا مستجد على الاقتصاد خاصة، واللي يأثر بشكل سلبي على المستوى الاجتماعي ديال عدد المواطنين وعلى القدرة الشرائية ديالهم، بل أنه واحد مجموعة الأسر وجدت راسها بدون عمل نتيجة التوقف ديال واحد مجموعة الأنشطة كالقطاع السياحي مثلا، دون أن ننسوا أنه واحد المجموعة عريضة لما تقولوا كاملين أننا ضرينا بهذه الجائحة، وماشي إحنا بوحدنا بل العالم كله تيعاني اقتصاديا واجتماعيا من الآثار السلبية ديال هذه الجائحة اللي نطلب الله سبحانه وتعالى يرفعنا عليها. من بين تداعيات ديال فيروس كوفيد 19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي مسألة توقف أو الصعوبة في تسديد واحد مجموعة ديال القروض البنكية، سواء كانت قروض متعلقة بالسكن أم قروض متعلقة بالاستهلاك. وتنشوفوا بأن القروض البنكية سواء كانت كما قلت استهلاكية أو عقارية هي قروض تتكون عندها واحد مدة إما طويلة بحال القروض ديال السكن، وإما قروض تتمشي لواحد المدة حتى هي تنعتبروها طويلة للسداد ديالها كقروض الاستهلاك. وهذه الفترة الزمنية تتكون هي واحد الفترة اللي يمكن توضعنا أمام إشكالية نتيجة التطور والتغير ديال الظروف الاقتصادية والاجتماعية بسبب ظروف معينة، ومنها الظروف ومنها الأزمة كوفيد 19 اللي تنشوفوا فيها بأنها تعتبر من القوة القاهرة واللي أثرت على السداد ديال هاد القروض البنكية اللي قلنا سواء كانت قروضا استهلاكية أم قروضا عقارية. الحديث عن الزمن القانوني، الحديث على ذاك الزمن القانوني اللي ذكرنا في تنفيذ العقد وتنفيذ الالتزامات اللي على الإنسان اللي ترتبط مع مؤسسة ائتمانية بقرض معين، هنا باعتباره طرف مستهلك هنا تيستحضر لنا أنه دائما خص الراعي والتطور ديال التحولات الاقتصادية والاجتماعية. الظروف اللي تنعيشوها الآن والمتمثلة في جائحة كورونا وحالة الطوارئ وتوقف واحد العدد ديال النشاطات الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية، أنها بطبيعة الحال يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار في إطار هذه الأزمة ديال سداد القروض من واحد المجموعة اللي كتعاني منها المقاولات، وكذلك ولكن للأسف تعاني منها واحد المجموعة الأسر تتعاني منها واحد المجموعة بالأسر. تنعرفوا بأن التوقف الفجائي عن أداء الأقساط المستحقة تؤدي إلى واحد الإخلال واحد المجموعة ديال الالتزامات. البنك ما تصبرش عليك، تقد هذه المؤسسة المقرضة أنها تمشي تبيع عليك داك الشيء اللي ضمنتي به القرض، يعني التنفيذ على الضمانات، والتنفيذ على الضمانات قد يؤدي إلى تشريد الأسر. راه البنك إلا ما خلص القروض ديال البارتمان ديالك ولا الدار ديالك راه غادي ديرها بالبيع في المازات وتلقى راسك في الشارع. إلا ما خلصتيش وما أديتيش القروض تمكنها أنك تنفذ عليك مسطرات الإكراه البدني. هنا أش تيقول المشرع في هذه المسائل؟ لأن المشرع خص يحمي، والقاعدة القانونية تعتبر دائما قاعدة اجتماعية عندها واحد الطابع الحمائي. هذا الطابع الحمائي خص يحمي المواطن ويحمي الإنسان، لأن الإنسان كما تقولوا هو اللي تيوضع القانون ديالو. وبالتالي في هذه الحالة اللي تم تنعرفوا ديال كوفيد 19 وديال كورونا تمر منها البلاد والعالم بأسره، راه كاين قوة قاهرة. قوة قاهرة لا بالنسبة للمقترض المستهلك اللي خدا الكريدي، ولا حتى بالنسبة للمؤسسات اللي تيعانيو دابا مؤسسة الائتمان على هذا الكريدي، لأن هما عندهم فوائد، والتأخير في القرض يقدر يرفع عاوتاني أداء الفوائد. بالتالي هنا أش تنقولوا؟ هنا لابد أن هذه الانعكاسات تلقى لها تفسير في القانون، والقانون كما قلت خص يحميني أنا كمواطن مرتبط بقرض وتنعيش في واحد الأزمة نتيجة تداعيات وباء كوفيد 19،
ونتيجة حالة الطوارئ اللي ماشي فقط تعيشها البلاد بل تعيشها العالم، توقفت السياحة، توقفت واحد مجموعة القطاعات، واحد مجموعة القطاعات الإنتاجية اللي مرتبطة بالخارج، واحد مجموعة العقود التجارية توقفت. بالتالي هنا اش غيكون؟ خاصنا نبحثوا في هذا القانون. ملي تنبحثوا في هذا القانون اش غنمشيو؟ غنمشيو واحد القانون اللي هو تيحمي وتيحمي وتيكون عنده واحد الضمانات للمستهلك اللي عنده طابع حمائي، اللي هو القانون 0831 ديال حماية المستهلك، خاصة المادة 149 منه اللي تتعلق بالقروض المرتبطة بمؤسسات الائتمان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.